أهلاً أهلاً، اليوم جبت لكم لقطة سريعة بعد اكتشاف غريب في لعبة رافت. تخيلوا، بعد 80 ساعة خلصنا القصة واكتشفنا آخر جزيرة. قمنا نلوت، ناكل، ننام، نتنح، تقريباً يعني ماكو شغل. اكتشفت أن الصخر مو بس ماتريال تسوي فيه أشياء، تقدر تحذفها على أعدائك ما عدا الغثيث هذاك. طبعاً ما طولت هالفرصة، خصوصاً أن ويشا تكره الغثيث هذاك. هذا مقلب سريع لها. في ثلاثة يبي بس واحد. اوكي، وين احطه؟ تحت. اي هذه بعد ثلجية. العن ابوكم، هذه اول جزيرة ثلجية احنا جيناها صح؟ اعتقد اي. انزين، وين تبيني احط الصندوق؟ اي صف؟ المكان اللي تحتاجين حق خشب تحت. عند الخشب تحت هني، عند صاب السمتلر. ايه اوكي، نحطه هني. انزين، خل اعبيه خشب. انا قاعد اعبيه. هذا اللي حصلته من اللوت اللي توه. نايس، الستاكات قاعد تجمع بسرعة. قاعد تشوفين الراديو؟ لا، لان انا امبي ما سكرته. صبر. شو اسمه؟ اعوذ بالله من ابليس. كنت ابي اقول شيء. براميل، في طير حذف علينا صخرة صح؟ ها؟ وين؟ في طير حذف علينا صخرة. لحظة، عندي سهم أنا. مو من هذيل، ما أدري من وين يجي. من الجزيرة الحيوانة هذيك، تذكرين لما كان يجي مسافة بعيدة؟ وين من المفروض نسمع صوته؟ وين رحتي؟ طفتك؟ انا اشوف اشياء التناقز بالبحر. يجمع لوت. جاك الكلب مسايرنا طول المسافة. ما عنده شغل، ما في شغل. سلم. اختفت. اوكي، طلعت. هذه جزيرة عادية. يلا صفتي صفتي صفتي. ايه قلت لك انه خلاص هذيك كانت اخر جزيرة ما ثلجية. احس ما ابي اصفط وايد يم الجزيرة. قولي ليش؟ عشان نقدر نلوت تحت. ايه عادي. وقفنا خلاص. يس. في أشياء قاعدة تطيح وتكسر. في طير حيوان قاعد يحذف علي أشياء، صدقيني. شو تطالعين؟
ما كنت أدري أن الصخر بإمكان نستخدم أن نحذف عليهم. يا كلب واقع قول في حيوان قاعد يحذف أشياء. كلبة. أوه ماي جاد. مسكينة وتدور بيطير وأنا ها وين؟ حيوانة أنا عارفتش يا زقة. أسبوع ماكو أكل راح أحط الأكل والماي كله بجنطتي. يا ساتر. You can't do this. ما عندك مساحة كافية. تتحدين؟ هو أساسا ما راح أقدر أدش إلا بعد تبطلين السيرفر. لا وانتي بالسيرفر اشيل عندك الاكل. تقدرين؟ اي اقدر. ناخذ هذه الوجبه وناخذ هذه الوجبه. 5 باربيكيو 3 شنو هاي مبطلة الثلاجة ما تقدر تشيلهم عني. راح اخذهم كلهم وبس اقعد مع الاكل. ايوه انا اوكي. زين خلاص.